معانا فيديو النهارده جميل. النهارده ازاي نعمل حامل لمكنه حاجه مكنه السي 2 يشيل الاسطوانه ويشيل المكنه عشان ما تقعدش تضطر تفكك وتركب في الخراطيم وانت بتتنقل من مكان لمكان، وبتعملها على عجل على انك تقدر في المكان بتاعك تقدر تزقها، مش محتاج ولا تشيل الاسطوانه ولا تشيل المكنه، هتزقها بالعجل تقدر تحركها يمين وشمال بدل ما تقعد تشيل وتحط في المكنه. هنعمل الفيديو اللي هنعمله النهارده بتاع القعده اللي بيسموها قعده او العربيه بتاعه الاسطوانه ومكنه السي 2 عشان الاثنين يتحطوا على حامل واحد، تمام، وتقدر تمشي بيهم تحركهم يمين وشمال، ما تبقاش ملبوخ بالاسطوانه ملبوخ بالمكنه او تضطر تعمل لك خراطيم طويله جدا، فعشان يبقى سهولة الحركة والمكنة معاك ما تتبهدلش. فاحنا كده احنا عملنا حتة قاعدة، جبت صار خمسة علب عندي، كانت عندي خمسة بخمسة، تمام، عشان العجلة كانت عندي خمسة بخمسة تبقى راكبة، انا عايز اتنى شوية عشان الانبوبة تقيلة جدا. فعملنا هو دي 40 سنتي، في ودي 50 سنتي، فدي كده هتديني 60، ودي هتدي كده هتبقى 40 من بره، بره هتبقى 40 في 60، تمام، لكن يبقى معانا قطعتين 50 وقطعتين 40، فخمسة وخمسة مع الأربعين مع الخمسين هتديني 60، تمام؟ فهنلحم دول سحبنا القعدة، تمام، هنبدأ نجهز الأيمين اللي هيقفوا، تمام، على حسب الارتفاع اللي احنا عايزينه. انا هخلي الطول الزياده قدام عشان تقل الانبوبه ما تقلبش، الانبوبه اصلا في حدود 20 22 سنتي، بس انا هخلي قدام زياده عشان ما تحصلش انها تقلب، يبقى في بعديها كده ما يقلش عن 10 سنتي عشان ما تقلبش على وشها، لان التقل كله هناك، تمام. فانا هخلي 40 هناك وهخلي ال 20 هنا. تمام كده هنبدأ نلحم. كده تمام لحمنا الجنبين، على فكرة أنا النهاردة أول يوم ألحم بالسي 2، أول يوم ألحم بالسي 2، يعني أنا جربت بس يوم عملنا المكنة ونزلنا الفيديو بتاعها، ودي أول مرة هيبقى شغل الحم بالسي 2. زي ما احنا شايفين هنجهز لها، هنا هيبقى يتعمل لها يتلحم لها حته من هنا عشان تمسك الاثنين ببعض، تمام، وتبقى سانده الانبوبه من فوق، تمام، ومن تحت وهنا اهوت من النص هتعوز بقى يتعمل الحماله للاسطوانه
هتشيل الاسطوانه تمام، اللي حملها هتبقى هنا في الظهر، دي هتبقى من فوق هنا اللي شايله الاسطوانه، وهيتعمل هنا التاني. هنجهز الحديد ونرجع لكم. جهزنا حته الحديد تمام، دي القاعده اللي هتشيل المكنه، ودول الايدتين، ودي الحته اللي فوق اللي هتسند الاسطوانه تمام. نظبط الدور الاول دول اليدين، وده الحامل اللي هيشيل المكنة 40 سنتي. هنخلي البراح نخليها 45، زي ما واضح كده احنا كده يعتبر كده خلصناها. هنبدا بس نصنفر. طبعا احنا عملنا هنا اهوت قاعده مربعه على قد الاسطوانه عشان ما تقعدش تروح يمين وشمال تتحرك من هنا، تبقى حاكمه الاسطوانه تمام. هنصنفر وهندهن. زي ما احنا شايفين كده احنا دهنا الجهاز الحماله، وهنبدا نربطها بالمسامير. دي مسامير سن بومطة تمام مع وردة. هنعمل له افيز عشان خاطر الاسطوانه ما تقعش.
طبعا هنا عملنا لها سامورة عصفورة عشان خاطر اللي هي بكرة دي سامورة بكرة عشان خاطر نربطها بيها. كده الاسطوانة اتمسكت معانا عشان ما تحرقش. ممكن هيتعمل لها حتة تخشينة من ورا هنا عشان خاطر ما تقعدش تترقص كده. حط لها حته كاوتش مطاط، هنجيب لها حته كاوتش زي بتاع داخل بتاع عربيه يتلزق على السير ده من جوه، او ممكن ندخله فيه وحته من ورا عشان تعمل لها فرمله ما تترقص كده معاها. ده كده بالنسبه للاسطوانه المشكله بتاعتها كده انتهت تمام. بعد كده المكنه ده مكنة كده مكان المكنة تمام. مكنة اللحام دلوقتي كده بقت متحركة تمام. حاطط الملعقة مشتركة، أنا المشترك ده حاطه كده هنا دلوقتي مؤقتا لغاية ما أجيب له واحد تاني عشان اللمبة بتاعته دي محروقة. بس هيجي واحد تاني وهيحط نفس الحطة دي كده اهو. طبعا كده اهوت المفروض كده كله. طبعا الكابل بيبقى ملفوف عليه كده اهوت اللي هو بتاع اللحام، ومن تحت اهوت البنسه بتعلقها هنا لما تقعد تقع. والدرج اللي تحت خالص ده ممكن الدرج اللي تحت خالص ده اهو ده متحكم يتحط عليه لفه في السلك. يعني ممكن ده هيتحط عليه لفه في السلك. عندك مثلا لفه حديد، لفه حديد بغاز، واحده بدون غاز، الومنيا، ستانلس، تحط اللفه بتاعتك هنا بدل ما تبقى شايلها تمام. دي بالنسبه كده اهوت. يبقى الحامل شال كل متعلقات مكنه اللحام تمام. ما تقعدش بقى تبقى دايخ بالانبوبه حامل وحده. انا طبعا كنت شغال بالحامل القديم ده. الحامل ده طبعا متعب جدا. ده ممكن حلو معاك على ان انت هتجيب بيه الاسطوانه من بره بدل ما تشيلها وتدخلها عندك المكان اللي هو الحامل ده. لكن عشان تقدر تتحرك بيه الاسطوانه وبالمكنه لازم بقى عايز بقى كل شويه تفك الخرطوم وتفك يعني ما عايز بقى حد يبقى شايل لك المكنه وحد ماسك الاسطوانه ماشي بالاسطوانه. لكن كده مش محتاج حد معاك، هي بتزقها كده بتمشي بتروح بتيجي معاك ومفيش عندك اي مشاكل تمام. بتبقى سهله جدا وحاجتها بتوزعها عليها. عايز تشغلها كده اهو اشتغلت، وصلت السخان الغاز ووصلت المكنة اللحام، خلصت شغل بتقوم قافل الزرار المشترك، بتقوم فاصله المكنه كلها بدل ما تنسى ده شغال وتبقى مربوخ بالسلك ده هنا وده هنا وده واصل وده مش واصل. فعشان ما تنساش عود نفسك انك تفصل من المفتاح هنا وتريح دماغك تمام. يا ريت كده يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تشتركوا معانا في القناه عشان يوصلكم كل جديد. كان معاكم فادي المنتج من الورشه الفنيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.